حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. مزارعو الرمان في صعدة، أشجارنا تموت من العطش. من الصحافة العربية، الحوثيون يحرقون مسجدا بداخله 150 مصحفا. ومن البي بي سي، أثرياء يخططون لزيارة الفضاء في رحلة سياحية. أهلا بكم. اعتمد الرئيس السابق علي عبد الله صالح طوال سنوات حكمه على سياسة الاستقطاب للشخصيات السياسية والإعلامية المنتمية للأحزاب الأخرى وجذبها نحو نظامه السياسي وحزبه، وبعد مقتله أراد من استقطبهم صالح النجاة. وقد أورد الموقع بوست تقريرا عنهم بعنوان القافزون من مركب الحوثي، توبة أم ضرورات المرحلة؟ ويفيد التقرير أنه مع نهاية العام 2017 لقي صالح مصرعه على يد الحوثيين الذين احتكروا الدولة وباتت السلطة في أيديهم، وهذا الوضع جعل حزب المؤتمر الشعبي العام متوزعا على مشارب شتى، وكان هذا دافعا لهجرة جديدة، لكن بعد فاتورة باهظة تسبب بها هؤلاء على البلد بشكل عام. يتابع التقرير، قفز الكثير من جوار صالح وانطلق أغلبهم نحو التحالف العربي بشقي السعودية والإمارات بعد أن ظلوا يصفونه بالعدوان ويصفون من سبقوهم بالمرتزقة والعملاء، وازداد الأمر بعد مقتل صالح بشكل كبير. وللموقع وجهة نظر مختلفة، حيث يعتبر أن الرياض تسعى وشقيقتها أبو ظبي لخلق قوى يمنية تكون في يدها أكثر مما تكون معبرة عن القضية اليمنية، ولذلك يزداد عدد المنشقين عن مركب الحوثي. نشرت صحيفة ليكسبريس الفرنسية مقالا تحت عنوان التعذيب في اليمن، محمد بن سلمان قيد التحقيق في فرنسا، للصحفية آن فيداليا، وقد ترجم المقال خصيصا لقناة بلقيس. وأكدت الكاتبة فيه أن هناك قاضي تحقيق فارسي يحقق في الدعوى المرفوعة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاء في المقال. على أراضي جاره الجنوبي يحارب محمد بن سلمان وقواته المتمردين الحوثيين بدعم من تحالف يضم حوالي 10 دول عربية. ووفقا للأمم المتحدة فقد قتل هذا الصراع الإقليمي أكثر من 10,000 شخص، نصفهم من المدنيين. ويقول صاحب الدعوى القضائية ضد الأمير السعودي على خلفية الحرب في اليمن إن العديد من الهجمات في اليمن كان محمد بن سلمان هو من أعطى الأوامر لها، وهي هجمات تنتهك القانون الدولي، مثل تدمير مستودع للإمدادات الإنسانية مملوك لمنظمة أوكسفام في 18 إبريل 2015، غارة جوية ضد حفل زفاف أسفرت عن مقتل 131 مدنيا في 28 سبتمبر عام 2015، وبعدها بشهر واحد غارة على مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود تم نقل إحداثيته إلى التحالف، قصف صالة العزاء في صنعاء في 8 أكتوبر 2016، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص. ومن شأن هذه الأخطاء أن تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة التي اعتمدت في نيويورك في ديسمبر من العام 1984. وتشير الدعوة إلى أنها اتفاقية تمنح الأحقية للمحاكم الفرنسية بملاحقة المتهم بغض النظر عن جنسية الشخص الملاحق على أساس فقط وجوده في الأراضي الفرنسية. وقال المحامي جوزيف بورهام، نأمل أن تغتنم فرنسا هذه الفرصة لجعل حقوق الإنسان سائدة على المصالح الاقتصادية لمصنعي الأسلحة. إلى موقع الحرف 28 والذي تابع التسهيلات الجيبوتية لليمنيين المتواجدين هناك، وعنوان الموقع جيبوتي تعلن السماح للاجئين اليمنيين بدخول البلاد، حيث أعلنت الحكومة الجيبوتية السماح للاجئين اليمنيين فيها بفتح مشاريع صغيرة دون أي تصريح. وأكد وزير الداخلية الجيبوتي محمد حسن أن الرئيس إسماعيل عمر جيلة أصدر توجيهات صارمة بأن يعامل اليمني نفس معاملة المواطن الجيبوتي، الحصول على فرص العمل بشكل متساوي كأبناء البلد، وهو ما لا ينطبق على أي جنسية أخرى في جيبوتي. وأوضح المسؤول الجيبوتي الذي التقى وزير الخارجية خالد اليماني أنه لا يتم مساءلة المواطن اليمني في جيبوتي عن الهوية أو التأشيرة أو ما إلى ذلك، بل أنه مصرح لليمنيين. ولفت إلى أن الكثير من اليمنيين الوافدين فتحوا محلات ومشاريع صغيرة ولا يتم مطالبتهم بالتصاريح، مؤكدا أنهم لا يشكلون أي مشاكل أو تهديدات أمنية للبلد.
كانت صادرات الرمان مصدرا رئيسيا لدخل المواطنين في صعدة قبل بدء الحرب في عام 2015، حيث قام المزارعون بتصدير 30,000 طن من الفاكهة. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فقد تراجعت تلك الصادرات بحوالي الثلث، وألقى المزارعون باللوم على نقص الوقود والماء في الري وتأثير القصف الجوي من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية. المزارع ربيع العبد يقول: الرمان يموت بسبب نقص المياه ونتيجة الحصار، في إشارة إلى التدابير التي اتخذها التحالف العربي على الواردات إلى اليمن. وقال علي صالح مدير المبيعات الزراعية في محافظة صعدة إن الصادرات انخفضت بنسبة الثلث مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. ولفت المواطن اليمني إلى أن الضرورات الزراعية شهدت ارتفاعا جنونيا في الأسعار مقارنة بتكاليف المزارعين التي كان لها تأثير كبير على الإنتاج. في العالم العربي: العمر سعر كلمة واحدة. تحت هذا العنوان يكتب الفلسطيني محمد عايش مقاله في القدس العربي. في العالم العربي يمكن أن تدفع حياتك ثمنا لتغريدة على تويتر أو تعليق على فيسبوك، أو ثمنا لمقال أو كلمة تتفوه بها في حافلة عمومية أو تاكسي، أو ربما تدفع حياتك ثمنا لمجرد شبهة على طريقة الفيلم المصري إحنا بتوع الأتوبيس. وقبل أكثر من 3 عقود كتب الشاعر العربي المنفي أحمد مطر قصيدته الشهيرة مخاطبا فلسطين بقوله: كل الذي أملكه لسان، والنطق يا سيدتي أسعاره باهظة، والموت بالمجان، سيدتي أحرجتني، فالعمر سعر كلمة وليس لي عمران. وقد أصبح العمر كله بالفعل سعر كلمة واحدة يتفوه بها الإنسان العربي، ويتبين لنا يوميا أن الشاعر لم يكن يبالغ عندما قالها. جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي فجرت فيضانا من الأسئلة في أدمغتنا، لكن السؤال الأهم هو: لماذا قتلوه؟ وهل يمكن أن يكون الموت هو عقوبة الشخص الذي ينتقد ما يجري في بلده، أم أنه جنون الاستبداد الذي تشهده المنطقة العربية؟ وفي الجنون لا توجد أجوبة على أي أسئلة، وليس ثمة منطق فيما يجري. والسبب الرئيسي وراء هذه الموجة المجنونة من الاستبداد هو النجاح النسبي للثورات المضادة في السنوات الأخيرة، حالة القهر التي تعيشها شعوب العرب، وتحول الاستبداد إلى غول يقتل الناس وينهش أجسادهم، وتدني أسعار البشر في العالم العربي. حالة القهر التي تعيشها شعوب العرب وتحول الاستبداد إلى غول يقتل الناس وينهش أجسادهم وتدني أسعار البشر في العالم العربي، حتى أصبح من الممكن أن يكون الإنسان العربي بشحمه ولحمه وعمره ثمنا لكلمة واحدة ينطق بها، أو ثمنا لمقال صحفي ينشره في صحيفة أجنبية. هذه الحالة لا يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار مطلقا، ولا يمكن أن تستمر طويلا، لأن الثورات العربية التي انطلقت في العام 2011 جاءت في أعقاب موجة استبداد أقل مستوى من هذه الموجة الراهنة. الكشف عن استئجار الإمارات فريقا دوليا من المرتزقة الأمريكيين لتنفيذ اغتيالات في اليمن، كما ذكرت صحيفة العربي الجديد، أزاح الستارة عن واحد من أخطر الملفات وأكثرها غموضا، والتي لطالما بحث لها اليمنيون عن إجابات بين أشلاء ودماء العشرات من الوجهاء والشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من أسبوع على نشر تحقيق موقع بازفيد نيوز الأمريكي، لم يصدر عن الإمارات أي تعليق يفند المعلومات التي تكشف تورطها باستئجار قتلة دوليين لتصفية أعداد غير قليلة من الشخصيات اليمنية. الإعلامي اليمني عبد الرقيب الهذياني الذي نجا من إحدى هذه العمليات قال للعرب الجديد إن ما كشفه التقرير الأمريكي حول تجنيد الإمارات مرتزقة دوليين واعترافهم بتنفيذ أكثر من 20 عملية اغتيال في عدن يجب أن ينهي دور الإمارات ووجودها في اليمن، على اعتبار أنها طعنت الشعب وحكومته وأخلت بالمهمة التي منحت لها في اليمن. وفي الوقت الذي افتتح به التقرير معلوماته بتوثيق إحدى أبرز العمليات التي كلفت بها أبو ظبي فريق المرتزقة الأمريكيين باستهداف القيادي البارز بحزب التجمع اليمني للإصلاح إنصاف علي مايو في ديسمبر 2015، حصلت العرب الجديد على قائمة ب 24 عملية بين اغتيال واستهداف وملاحقة استهدفت أعضاء ومحسوبين على حزب الإصلاح بين أواخر عام 2015 وحتى مطلع أكتوبر الحالي.
بعد رفض المصلين ترديد شعاراتها جماعة الحوثي، وكما ورد في صحيفة القدس العربي، أقدمت ميليشيا الحوثي على إحراق أحد مساجد قرية حقار في مديرية جهران بذمار انتقاما من المصلين بعد رفضهم ترديد الصرخة الحوثية فيه. وذكرت مصادر محلية للقدس العربي أن الحوثيين حاولوا فرض خطيب للجامع من ميليشياتهم، الأمر الذي رفضه الأهالي. وأضافت أن الأهالي تركوا المسجد بمجرد أن صعد خطيب الحوثيين المنبر وبعد أن بدأ بترديد صرخة الحوثيين. وأكدت المصادر أن عناصر من القرية من المنتمين للحوثيين استخدموا مسلحين من ميليشيا الحوثي وأحرقوا المسجد الذي يحوي أكثر من 150 مصحفا، أحرقت تماما مع كامل الأثاث. وقال الأهالي إن محاولات الحوثيين فرض خطيب حوثي للمسجد أسفر عن امتناع الأهالي عن حضور الصلاة في المسجد والاكتفاء بالصلاة في منازلهم باستثناء الجمعة التي يصلونها في الشارع قبل لجوء الأهالي إلى بناء مسجد جديد بعيدا عن نفوذ جماعة الحوثي. يكون من أهم أسباب تمكن تحالف الاستبداد والجهل من مواطننا العربي غياب الأخلاق الذي شرع للجرائم السياسية، وهو ما يعني أن أول مهام الحرية العربية المسألة الأخلاقية. هذا ما ذهب إليه مهنا الحبيل في مقاله المنشور في العربي الجديد. ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى كيف نعيد تزكية الخطاب الثقافي العربي ليكون مساهما في نقل العقل العربي المأزوم من علاقته الذاتية بنفسه وأسرته ومواطنيه، ثم الأسرة البشرية عبر الأرومة العربية، وكيف يتحول الضمير الإنساني والعربي حتى الذي تحت سيف الاستبداد إلى ضبط أخلاقه وسلوكه النفسي مع الناس، والذي يمكن ملاحظة نماذجه في أي بلد وأي دين وأي عرق، بل وأي صحراء ومدينة، فتلاحظ أقواما ردهم نبلهم عن فاحشة القول على الرغم من اختلافهم السياسي والديني، لكن لسانهم انضبط وتأدب بسلوك ذاتي. من زرع فيهم هذه الأخلاق؟ من نشأهم على ذلك؟ ولماذا ينحط واعظ مأجور يردد أحاديث الرسول ليلا نهارا ولا تنهاه عن فجوره وعنصريته فيما يأتي رجل متدين من أقصى المدينة يستحي من عشر ما يقوله هذا الواعظ المأفون؟ ولماذا يتصدر الحزبي الأيديولوجي في أي معسكر قومي أو يساري منصة اللعن والقذف الشائن وينصرف عنه شاب يساري يرسم طريق عروبته باستقلال أخلاقي لكفاح الإنسان العربي؟ لا علاقة لذلك باللحاء ولا التقدمية المزيفة، إنها بسيطة أخلاقية نشأت عند الفرد من منظومتين: الأولى خلق العائلة وأدبها اللذان يتحولان إلى قناعة بأن السلوك الأخلاقي مضاد يمنع المستمع من اللجوء إلى أودية الكراهية والسادية العنصرية والتي تتحرك بها محنة الخليج العربي اليوم لسبب سياسي. نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا عن تهديد الرئيس الأمريكي بالانسحاب من اتفاقية عسكرية روسية قد تشعل سباق التسلح في العالم من جديد. تذكر الصحيفة أن الولايات المتحدة وقعت منذ 30 عاما اتفاقا مع الاتحاد السوفيتي سابقا يقضي بحظر جميع الصواريخ النووية التقليدية التي يبلغ مداها من 500 كيلومتر إلى 5500 كيلومتر بهدف إزالة المخاوف من استهداف موسكو لعواصم أوروبية، وكانت الاتفاقية ناجحة. وقالت الصحيفة ظهرت أدلة على أن روسيا تطور صاروخا جديدا يزيد مداه عن الحد المتفق عليه في عام 1987، وتفيد تقارير أمريكية بأن هذا الصاروخ يمكنه الوصول إلى عواصم غربية. ولكن التايمز ترى أن اعتزام الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاقية ليس ردا حكيما، فقد وقع الاتفاقية رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف بعد أعوام من المظاهرات الحاشدة والاعتصامات حول القواعد الأمريكية في أوروبا الغربية. وترى الصحيفة أن من مخاطر الانسحاب من الاتفاقية التي أوقفت الحرب الباردة ظهور عداء جديد لأمريكا وتدهور العلاقات داخل حلف الناتو، وتضيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون سعيدا بهذا الانسحاب لأنه سيسمح له بتجريب صواريخه الجديدة علنا وإلقاء اللوم على ترامب وحده. رواد الأعمال كما وصفتهم شبكة البي بي سي يغزون الفضاء، فتحت مسمى نيو سبيس يتزايد عدد رواد الأعمال الذين ينضمون إلى سباق توفير رحلات تجارية بأسعار مخفضة إلى الفضاء. ومن بين أهم هؤلاء الرواد في مجال الأعمال إيلون ماسك وجيف بيزوس وريتشارد برينسون الذين صنعوا ثرواتهم في قطاعات أخرى. وهناك تحد فيما بين هؤلاء الثلاثة على إنشاء مؤسسات عملاقة لرحلات الفضاء، ويعكس هذا التنافس الشديد طموحهم إلى تطوير مجال السياحة الفضائية وتوفير إمكانية الإقامة الدائمة على القمر
وحتى المريخ، كما دخل هؤلاء الرواد ليملأوا الفراغ الذي خلفه تراجع الإنفاق الحكومي على تمويل البعثات إلى الفضاء. جيف بيزوس مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم هو أول ملياردير يقفز إلى سباق الفضاء التجاري، بداية بتأسيس شركات بلو أوريجين عام 2000. وتستهدف شركة بيزوس مثلها مثل منافستها سبيس إكس تقليل تكلفة السفر إلى الفضاء من خلال بناء صواريخ قابلة للاستخدام المستمر، على عكس ما كان معروفا في الماضي من أن الصاروخ يستخدم مرة واحدة بعد إطلاقه. وعن جلد الذات العربي، كتبت زليخة أبو ريشة مقالها في صحيفة الغد مضيفة: جلد الذات مرض من أخطر الأمراض النفسية التي يمكن أن يصاب به الإنسان والجماعات، فهو عنوان على اليأس المطبق وانعدام الثقة بالنفس والتعنيف الدائم لها في غير وجه حق وتحميلها المسؤولية عما يجري في المحيط العائلي أو المجتمعي. ينتعش هذا الداء مجتمعياً في أوقات الهزائم المريرة، حيث تتحول الإرادة الشعبية ضد ذاتها ما دامت ليست بقادرة على مواجهة خصمها المنتصر، سواء أكان قوة خارجية كالمحتل والمستعمر بأشكاله وأنواعه، أو داخلياً كالاستبداد واستشراء الفساد. وقد يتخفى هذا المرض تحت مسميات متعددة، أحدها النقد الذاتي الذي يأخذ شكلاً متطرفاً في التأكيد على السلبيات. فهناك فرق شاسع بين مصطلح العنوان وبين نقد الذات أو مراجعة النفس، التي تقوم على تبين علمي لمواطن الخلل وتشخيص ملامحه وتبعاته، وبين الصراخ الشعبي الذي تختلط لديه الأسباب بالنتائج والذي ينحاز نهائياً إلى اليأس المطبق من أمة العرب جمعاء. واليوم فإننا نشهد عواصف تعصف بوجداننا الفردي والجمعي وبثقتنا بالنفس التي هي أساس أي تقدم ونهوض، وهذه العواصف لا تتوقف عن البحث عن كل ما يفتت الهمة ويتصدى للأمل. وهذا لا يعني أننا ندعو إلى الصمت على ما يجري من فساد أو استبداد، ولكنها دعوة إلى تمييز النقد من الجلد والاحتفاظ بقدر من احترام الذات التي تتحرى وجهاً طيباً وخيراً للجماعة بما تنجزه هذه الجماعة هنا وهناك من مبادرات جميلة وبناءة تجعل من الممكن أن نأمل بغد أفضل. فليس كل الواقع مظلماً وإن بدا كذلك، وليس كل المجتمع في الحضيض وإن رأيناه هناك، لا ينبغي لنا أن نفقد الأمل. من صحيفة واشنطن بوست اخترنا لكم مجموعة صور ساحرة لجولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. تقول رسوم الكاريكاتير ما لم تقله آلاف الكلمات، وتوصل رسائل أبلغ بمجرد النظر إليها وقراءة الأفكار التي تتضمنها. مجموعة من الرسوم نتابعها في كاريكاتير اليوم. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.